مؤلم ما يحدث في الجزائر في الآونة الأخيرة من تفاقم لظاهرة العنف والاختطاف والاقتتال بين بني الوطن الواحد، فقد بتنا نصحو على وقع أخبار العثور على الجثث من دون سابق إنذار، وكأننا في أحد أفلام السينما الأمريكية. فبعد تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم، ظاهرة أخرى طفت إلى السطح، وهي العثور على جثث هنا وهناك، كان آخرها العثور على جثتي رضيعين ذي الشهرين في كل من حي الفوج الخامس بساحة أول ماي ومنطقة شراربة بالعاصمة، وجثة أخرى تعود إلى شابة تبلغ من العمر 25 سنة في حديقة بمستشفى مصطفى باشا. أنا أعتقد بأن هذه الظاهرة التي تتنامى في المجتمع الجزائري، يعني في حدود هذه المؤسستين، سواء المؤسسة التربوية من كل ما نعرفه من عنف ومن اعتداء، وكذلك بالنسبة إلى المؤسسة الصحية، هذا الفرد يريد أن يحمل المسؤولية، وهذه ممكن الفكرة الأساسية هو أن الفرد يريد أن يحمل المسؤولية للمؤسسة الصحية والمؤسسة التربوية على كل ما يلحقه من أضرار. الأماكن العامة، المدارس، الأحياء، وحتى في المستشفيات لم تعد آمنة، بل قد تكون بعضها مسرحاً لعدة جرائم لم يشهد عليها سوى ظلم الليل وسكونه. أول شيء ممكن الجانب القانوني، الجانب المراقبة القانونية تلعب دور والأمنية، ولكن أعتقد بأن الشيء الأساسي الذي يجب أن يتغير في المجتمع حتى لا يكون هذا النوع من المظاهر هو تغيير رمزية هذه المؤسسات. وفي ظل تنامي هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري، بات على الأسرة الجزائرية والتربوية والإعلامية التكاتف والتلاحم من أجل التحسيس بخطورة الأمور ودق ناقوس الخطر.